أنا كتبت تغريدة على لسان واحدة من الأخوات تقول يا ريت لو زوجي يعطيني راحة يوم بعد يوم، يعني يوم أكون مشغولة معاه ويوم أكون مرتاحة. فالمهم لما كتبت أنا هالتغريدة وسألت المتابعين قلت لهم إيش رأيكم، أنتوا تأيدون هذا المنطق وهذا المقترح ولا لا؟ يعني استقبلت أكثر من 5000 تعليق من النساء كلهم يأيدون هذه التغريدة اللي هو يوم تكون مشغولة مع زوجها ويوم تكون مرتاحة. بعدين رحت كتبت تغريدة ثانية قلت لهم طيب أنتوا الحين طالما يوم مشغولين مع الزوج ويوم تبون ترتاحون، طيب ليش ما تخلون اليوم الراحة بالنسبة لكم أنه هو يتزوج ثانية فيصير يوم معاكم ويوم معاها؟ طبعا كل اللي كتبوا تعليقات يأيدون أن يوم يكونون مرتاحين ويوم يكونون مشغولين كلهم رفضوا هذا المقترح. حتى واحدة تقول إذا تزوج ثانية فهذه مصيبة علي، وواحدة علقت عليها وقالت طيب إذا أنت شايفة أنه هذه مصيبة ليش ما تخلين غيرك يشارك في مصيبتك فتخف المصيبة عن يعني تعليقات بعضها طبعا فكاهي بعضها انفعالي بعضها. لكن أنا سؤالي الحين لكم وبسمع الجواب، إذا أكثر من 5000 تعليق في أقل من ساعة وصلني يأيدون من النساء أن يوم تبي ترتاح ويوم تبي تكون مشغولة مع زوجها، طيب سؤالي لكم ليش هي ما تقبل أن يوم الراحة يكون هم متزوج ثانية؟ خليني أسمع الجواب وأبي أسمع جواب مقنع بحيث أنه ما يكون عندنا تناقض في الطرح ولا يكون في تناقض في المنطق اللي قاعد نتكلم فيه، منطق اليوم واليوم. هذه تغريدة يعني أنا عشتها من يومين ثلاث مع إحدى الأخوات لما قالت أتمنى يكون يوم راحة ويوم مشغولة مع زوجي.